لمعرفة مدى تنوع المنطقة الغابية يجب بالتأكيد القدوم إلى هذه الأماكن. حديقة ميزينسكي الوطنية الطبيعية هي مكان فريد. تبدو ملامح التايغا للغابات البكر الوعيراء الموجودة هنا بشكل متباين على خلفية السهوب والمروج المحيطة بنهر ديسنا المتكاسل. يمتد النهر لعشرات الكيلومترات بمحاذاة الحديقة، وهو في الواقع النهر الوحيد الكبير في أوروبا الذي لم تنشأ عليه السدود أو البحيرات الاصطناعية وبقي مجراه على طبيعته. يقطع بكسل مساراً شديد التعرج، حتى أنه في بعض الأحيان يلتف فيشكل حلقات ويتغلب على الحواف الصغيرة. لا تفقد هذه الصورة جاذبيتها حتى عند تبدل الفصول. ليس من المستغرب أن تسمى الحديقة الوطنية بميزينسكي سويسرا، فهي مكان هادئ للحالمين وعشاق التوحد. تحتل الحديقة مساحة شاسعة تبلغ مساحتها 30,000 هكتار وتضم 17 قرية. يتنقل السكان في بعض الأحيان فيما بينها بواسطة العربات التي تجرها الخيول، تماماً مثلما كانوا يفعلون في القدم. لا يمكن الاستغناء عن الحصان في هذه الأماكن. يمكن قطع المنخفضات وغابات بوليسيا نوفهاراتسيفيرسكي بواسطة العربات أو المزلقات فقط. الأحواض الغابية هنا شديدة الوعورة، حيث أن نصف أراضي حديقة ميزينسكي مغطاة بالغابات. تبدل جدران الصنوبر الممشوق النحيل أشجار القيقب والقورة والزيزفون العابق الرائحة وأشجار السنديان الجبار المترامية الأطراف. تمتزج مساحات الحديقة اللامتناهية من الطبيعة البرية مع معالم الحضارة العائدة للقرن 18 بكل سهولة. فيتباهى قصر مهيب وكنيسة على طراز الإيطالي في القرى الحاملة أسماء شعرية مثل فيشينكي وتشيرشينكي. اشتهرت هذه الأماكن في وقت من الأوقات بباستين الفاكهة والتوتيات السخية. وملك هذه الأراضي القائد الشهير بيترو رامتسيوس الدانايسكي. وجدت هنا بنية تحتية قوية، وتحديداً بالقرب من قرية تشيرشينكي. تواجدت هناك الثكنات والحمامات والمطابخ وشرفة صينية كبيرة ومعامل ومصنع للسكر، أي أن الإنتاج كان كبيراً وعاش فيها كثير من الناس. هذه الأماكن رائعة جذبت الناس إليها مثل المغناطيس. يعتقد أن المهندس المعماري جاكومو كورينجي هو من صمم المشروع. حاول المؤلف أن يجمع بين العناصر غير المتوافقة على ما يبدو لفن العمارة القوطية والكلاسيكية والشرقية. كان لكل من الأجنحة المكونة للقصر وظيفة خاصة. على سبيل المثال كان هناك جناح للبلياردو لها فيه المضيفون والضيوف، وجناح للاستقبالات الرسمية والحفلات الراقصة، وجناح للخدم، حتى أنهم بنوا البيوت الزجاجية لتربية أشجار البرتقال. نظم الحصن بشكل مدروس بما في ذلك التدفئة المركزية. كان هناك نظام من المواقد في الطابق السفلي، ارتفع الهواء الدافئ عبر الممرات إلى الأعلى مدفئاً المبنى. بني القصر على مدى 5 سنوات، انتهت أعمال التشييد في عام 1787. صاحب هذه الممتلكات هو الكونت بيترو رومانسيف الذي لم يقم تقريباً في قصره، فلقد غادره في ذلك العام ولم يرجع من بعد ذلك قط إلى ممتلكاته. ها هي كنيسة العذراء التي شيدت مع القصر والمعمدة في العام 1787 نفسه، حافظت على شكلها الأصلي. إذا حكمنا من خلال الهندسة المعمارية نرى أن المعبد لا يشبه الكنائس الأرثوذكسية التقليدية. تشير إلى ذلك الأعمدة الأيونية الموجودة عند المداخل والبرج الذي ركبت عليه ساعة، بالإضافة إلى الزخرفات الداخلية المنفذة وفقا للتقاليد الكاثوليكية. بفضل الجدران القوية وتصميم المبنى الجيد لم يحتج المبنى حتى اليوم إلى ترميم. حفظت زخرفات الجص على محيط داخل المعبد بالكامل، ويمكننا اليوم الحكم على مدى غنى المعبد فقط من خلال مخطوطات الأبرشية العائدة لعام 1867. على الرغم من أننا ورثنا قيمة كبيرة لا تقاس بثمن، وهي الجمال المذهل لهذه المنطقة والطبيعة العذراء للغابة البرية والهواء النقي والنهر الشفاف، لا يمكن المرور بهذه الأماكن الفردوسية الشاسعة خلال وقت قصير، ولكن من الممكن رؤية كل شيء وكأنه على راحة الكف إذا قمت بالصعود إلى قمة الجبل العالي. من هذه النقطة تحديداً من أقصى شمال المحمية ينفتح مشهداً بانورامياً غير مألوف. تذكر البحيرات المغمورة من الأعلى بالجزر ذات الأشكال الغريبة في محيط سهول ديسنا الشاسع. ختين هي البحيرة الأكبر وهي تغطي مساحة 50 هكتاراً، أما البحيرة الأكثر غربة فهي تلك التي تغير شكلها وفقاً لفصل السنة.
يذكر شكلها في الصيف مثلاً بشكل حدوة الحصان. من يرى هذه الصورة ولو مرة واحدة سيتوق للعودة مرة أخرى لكي يستعيد القوى الذهنية والجسدية في حضن الطبيعة. ولقد جهزت أماكن خاصة في الحديقة لهذا الغرض ووضعت المسارات البيئية. الجبل نفسه نصب تذكاري يجذب علم الآثار. عاش هنا في القرنين 12 و13 أجدادنا السلاف، والجبل حصل على اسمه في القرن 18 تكريماً للخزاف بوزير الذي علم هذه الحرفة لجميع الراغبين. يعثرون الآن قرب الضفة في أسفل الجبل أحياناً على أجزاء من الخزف الذي صنعه الخزاف بوزير، كما واحتفظ بالنماذج الكاملة وهي موجودة في متحف ميزينسكي. هذه السلال مفيدة للأسرة وتكاليفها ليست بالكبيرة، يجب فقط معرفة أين ومتى يمكن الحصول على الأغصان. لا نذهب بعيداً، فقط إلى الأماكن التي نرعى فيها الماشية حيث تنمو شجيرات الصفصاف، هناك نقطعها. يفضل القيام بذلك بعد سقوط الأوراق، يمكن قطعها قبل الربيع ما دامت العصارة والسائل لم تجري فيها. تعود الشجرة في الربيع إلى الحياة وتبدأ في امتصاص الماء والتربة. في هذه الأثناء لا يجوز قطعها. قبل البدء بالعمل يجب أن تترك الأغصان لخمسة أيام. من أجل العمل بهذه البراءة مع الأغصان وصفها في صفوف لتشكل زخرفة رشيقة، يقوم ميخائيل فيودروفيتش بممارسة هذه المهنة منذ 40 عاماً. تحتاج السلة الواحدة من 80 إلى 200 غصن وفقاً لحجمها. يحتاج هذا العمل إلى المهارة والصبر، ولكن سيمكن الحصول من بعد ذلك على وعاء لتخزين الخضار في فصل الشتاء ولجمع الفطر والثمار التوتية. أجل، وسيعرب الجميع عن الامتنان إن حصلوا على مثل هذه الهدية. يجب على القطعة الجاهزة أن تجف الآن، ستجف خلال الشتاء وستصبح أخف. بالطبع لن تكون بخفة بيت العنكبوت، فللخشب وزنه. عالم الحديقة الغني بالنباتات والحيوانات هو أرض خصبة للعمل العلمي والبحثي. يحتاج 17 نوعاً من النباتات الموجودة هنا و84 نوعاً من الحيوانات المدرجة في الكتاب الأحمر إلى رعاية خاصة. من خلال دراسة ظروف موطنها ومعيشتها يسعى العلماء لاستكشاف التركيبة الكاملة لأنواع الكائنات الموجودة في الحديقة. مثلاً عرف عدد الحشرات الموجودة في الحديقة بشكل مؤكد ويبلغ حوالي 2000، رغم أن العلماء يفترضون أن يكون عددها أكبر بأربعة مرات. تجمع الحشرات بطرق مختلفة. الخنفساء الأرضية مثلاً يمكن القبض عليها من خلال الفخاخ الأرضية بواسطة كوب بلاستيكي يحتوي بعض الماء ومدفوناً قليلاً في الأرض. تقع في هذه الفخاخ عند عبورها بالقرب من هذه الكاسات. قبل أن تصبح العينات التي عثر عليها سبباً للاكتشافات العلمية، يجب أن تضم في البداية إلى المجموعة العامة للحشرات. تثبت العينات المحنطة بدبابيس للحشرات مزودة بورقة تحمل تاريخ ومكان العثور عليها. نراقب عدداً من الحشرات دفعة واحدة ونبدأ من ثم بالتعرف إليها. لهذا الغرض نستخدم المجهر. معظم الحشرات صغيرة جداً لا يمكن رؤية خصائصها الرئيسة بالعين المجردة. من ثم بواسطة الكتب المرجعية الخاصة نحدد نوع الحشرة ونفهرس جميع الحشرات التي عثر عليها مع أوصافها. حديقة ميزينسك الوطنية المدهشة تجذب انتباه أولئك الآبهين بالجمال العذري لمنطقة تشيرنيهف الغابية. سافروا معنا لنستكشف سوياً أوكرانيا المجهولة.